الفيديو ده ان شاء الله هيبقى من اهم الفيديوهات اللي انا عملتها وهيبقى مفيد جدا ليك، لان احنا هنتكلم النهارده على اهم الجمل واهم الكلمات اللي انت ممكن تستخدمهم عشان توصف بيهم your daily routine او الروتين اليومي بتاعك، وده موضوع مهم جدا. Let's get started. اول كلمة معانا طبعا وهي wake up or get up، بمعنى يستيقظ يستيقظ. اول كلمة معانا طبعا وهي wake up او get up، والاثنين بمعنى يستيقظ، بس الفرق ما بينهم اهبل جدا. يعني بيقولك get up يقوم من السرير، يصحى يقوم من السرير، wake up يصحى بس يفضل في السرير. anyway ممكن تستخدمهم عادي الاثنين مكان بعض، مفيش مشكلة. خلينا اديك مثال. I wake up at 6 in the morning، انا بصحى الساعة 6 صباحا. عندنا كمان تستحمى او تاخد حمام، بالانجلش اسمها I have a bath، بالامريكان انجلش I have a bath، في البريطاني بيقولوا عليها I take a shower، but بالامريكان انجلش بنقول I have a bath. I have a bath. تلبس هدومك بالانجلش اسمها get dressed، I get dressed، I get dressed، وعكسها انك تخلع هدومك او تقلع بالانجلش اسمها I get undressed، I get undressed. بتركب بقى اي وسيلة مواصلات عامة بنستخدم حاجة اسمها get on، زي مثلا تركب الاتوبيس I get on the bus، تركب المترو I get on the subway، والعكس انك تقول get off يعني تنزل من وسيلة مواصلات عامة، زي ما تقول I get off the bus او I get off the subway. من الجمل بقى اللي بنستخدمها كتير جدا في الانجليش عشان نتكلم على يومنا او اليوم الروتيني بتاعنا، انك تقول انك وصلت الحتة الفلانية او المكان الفلاني، بنقول بالانجليش get to وبعدين بنحط المكان. يعني مثلا لما احب اقول انا وصلت الشغل الساعة 10 I get to work، او انا بوصل الشغل الساعة 10 I get to work at 10 a.m. فget to والمكان. واحد يقول لي يا عم ما في فعل اسمه arrive، اسمعها مني، arrive دوت فعل بنستخدمه مع المسافات الطويلة ونادرا ما النيتيفز او اصحاب اللغة بيستخدموه، لكن دايما لما بتكلم على حاجة بتحصل على طول ومسافات قصيرة بنستخدم get to. get to. عندنا كمان جملة I get off work، يعني انا بخلص شغل، او ممكن تقول I finish work. تمام، مثال I get off work، I get off work at 4 p.m. بخلص شغل الساعة 4 عصرا. get off. يبقى احنا كده get off ليها معنيين، معنى انك تسيب وسيلة مواصلات معينة، والمعنى التاني انك تخلص، تخلص شغل. اوكي، عشان تفتكر بس في الفيديو وما تلخبطش. عندنا كمان swing by. swing by يعني يعدي على او ياخد حاجة في سكته يعني. فلما اقولك مثلا ايه، انا بعدي على الكافيه، I swing by the cafe، I swing by the cafe. يرجع او يعود للمنزل، I go back home، I go back home. ممكن تقول return، I return home، بس I go back home بتقال كتير، go back home، go back home. من الحاجات اللي بنعملها بشكل يومي برضو ان احنا بنتصفح الانترنت، فممكن تقول I browse the internet، I browse in the internet. ممكن كمان تبص على الايميلات بتاعتك، تقول I check my emails، I check my emails. عاوز بقى تقول بالانجلش انا بقعد في المكان الفلاني او بفضل في الحتة الفلانية، فهتقول stay at وتجيب المكان. بتقعد مثلا في الكافيه، I stay at the cafe. بقعد في الاستراحة، I stay at the rest. بقعد في المطعم، I stay at the restaurant. بقعد في البيت، I stay home. مش محتاج at، I stay home. عاوز تقول بسهر او بنام متأخر، فبنقول بالانجلش I stay up late، I stay up late. دي جملة تانية بنستخدمها كتير. بعمل الغسيل او بغسل، I do the laundry، I do the laundry. بطبخ، I cook، cook مش cook، I cook، I cook. بنيم الولاد في السرير، خمسة ورجعلك، بنيم الولاد في السرير بالانجلش I put my children to bed، I put my children to bed. واخر حاجة معانا النهاردة واللي بننهي بيها اي روتين يومي هو I go to bed، بنام، I sleep، I go to bed. Thank you so much for watching and don't forget to share and like. Bye.